انه اتفقنا قبل الفاصل هرجع لك. المغرب وجمال بقى فساتين وقفطان، بيسموه قفطان او العبايه المغربيه في العيد. احكي لنا بقى عن مش الملابس. العبايه القفطان والتكشيطه. جميل، يلا احكي لنا بقى بتلبسوا ايه في العيد. يعني لو اتكلم عن الرجاله لما بيروحوا صلاه العيد بيلبسوا جلابه، هي مش زي عندكم، جلابه لباس تقليدي مغربي اللي هي بالطربوش، اللي هي بالكابيشون. دي اللي عندها الكابيشون. ايوه. وفي جلابه وفي كمان فوقيه بيضه. ايوه، من غير كابيشون. والستات بيلبسوا قفطان او مثلا تكشيطه، او في كمان بنقولوا قميص، مش قميص، قميص هو زي القفطان بس بيكون بالحزام. عنده الحزام المطرز. والتكشيطه بتكون حاجه يعني كان لبسوها في المناسبات، في الافراح. يعني عموما في الاعياد كان لبسوا القفطان والقميص. جميل جميل. وموضوع العيديه عندكم ايه في المغرب؟ احنا ما عندناش عيديه. ما عندكوش عيديه يا جماعه؟ انتوا في المغرب وتونس غاصبين عليك. غاصبين على بلد العيديه كاينه عندنا غير في عيد الفطر. عيد الفطر تاخدوا عيديه. ناخد بقى عيد الاضحى تاكلوا لحمه بس. يا حرام. لا بصوا، انتوا في مصر بقى دلوقتي بقى تاخدوا عيديه. مفيش مشكله. وكمان اتكلمتوا على الموسيقى. ايوه الموسيقى. احنا الصبح بعد الذبح يعني لما ملي تشعلي تحطوا الاغاني المغربيه بالتلفزيون في في فرقه كلهم لابسين جلابيات بيض. أيوة. باسمهم فرقه اندلسيه. اندلسيه او طرب الاله او الغناء الاندلسي والموشحات الاندلسيه. ده حاجه رائعه. ضروري في اليوم ده. زي احنا كمان احنا اسمه عندنا حضره اللي بالبندير. ايوه بالبندير. ايوه دي بنقعد اللي بتكون زي حفله كده كلها الشمع. شمع كتير، بيقعدوا هما فوق ال 20 او اكتر وماسكين كل واحد علم وبيضربوا بالبندير ويغنوا يا بالاحسن يا شادلي كده. الله، جميل جدا.